وللمزيد حول تطورات الأوضاع في غزة واستمرار الاحتلال في مجازره وتنفيذه مزيدا من الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية والتهديدات التي تحيط بالمسجد الأقصى المبارك، ينضم إلينا عبر سكايب من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي السيد فراس ياغي، وأيضا ينضم إلينا عبر سكايب من جنين رئيس مركز جنين للإعلام السيد عدنان الصباح. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ فراس، في اليوم 95 بعد 100 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وقتل المدنيين والقصف بلا هوادة، يعني يواصل الاحتلال عمليات القصف والانتهاكات الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية في غزة، يا ترى ما هي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من خلال يعني استمراره بهذه الجرائم طوال 195 يوما وحتى الآن؟ تحياتي لك وتحياتي للزميل والصديق عدنان وللمشاهدين. يعني أولا الأهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رغم كل الإبادة التي تقوم بها إسرائيل ورغم مرور نحن 6 أشهر ونحن ندخل الشهر السابع، لم تتحقق، وأعتقد أنها لن تتحقق. ومنذ البداية كان هناك حديث واضح حول هذه المسألة بأن الأهداف المطروحة هي أهداف غير واقعية ولا يمكن تحقيقها، وأن السبب في طرح هذه الأهداف هي أن نتنياهو يريد أن يستمر في المعركة بسبب من أوضاعه الشخصية والسياسية في داخل إسرائيل، وبالتالي يريد أن يطيل أمد الحرب. هذا من الجهة. من الجهة الثانية هناك مقاربات أمنية تتعلق في قطاع غزة يحاولون تطبيقها وفرضها بشكل كامل على أرض الواقع في داخل القطاع. ما يحدث في داخل القطاع الآن أنه تم تقسيمه إلى قسمين، شمال وجنوب قطاع غزة، وهناك منطقة وسطى فتحت طريق وتم توسيعها أمنيا، ويعمل على وبنيت قاعدة هناك في هذه الطريق من أجل منع العودة من الجنوب إلى الشمال ومن أجل السيطرة من الناحية الأمنية على قطاع غزة. هذا ثانيا. وثالثا، منذ بداية المعركة تحدث جانس وتحدث هيرسي أليفي أن هذه معركة طويلة وصعبة ومستمرة، وقالوا وجالنت قال أن عام 2024 عام قتال. هذا يعني أنهم يعوا جيدا صعوبة المعركة في داخل قطاع غزة. هم يضغطون على المقاومة وعلى حركة حماس من خلال قتل المدنيين ومن خلال التدمير الممنهج في داخل قطاع غزة ليحققوا أهدافهم. هم لن يستطيعوا ولم يستطيعوا تحقيق أهدافهم، حتى أن عاموس يدلن الآن يقول علينا استعادة المختطفين حتى والإفراج عن الأسرى الأمنيين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار بشكل دائم في داخل قطاع غزة، لأنه عدم استعادة الأسرى والمحتجزين هذا فشل كبير. ابقى معي لو سمحت أستاذ فراس، سوف أعود إليك. أستاذ عدنان الصباح، القيادة في حماس موسى أبو مرزوق أشار في تصريح له أن الفترة الماضية شهدت تدنيا في مستوى القتل من قبل الاحتلال، ماذا نفهم من ذلك؟ مساء الخير لك ولأخي العزيز فراس وللجمهور الكريم. يعني تدني القتل أو زيادة القتل، المعركة والمقتلة دائرة منذ 6 شهور ونصف بالتمام والكمال، ولا يبدو أن هناك أي بوادر لانفراج أو لتوقف هذه الحرب الملعونة. العكس من ذلك، الولايات المتحدة قبل دولة الاحتلال تريد وبإصرار شديد مواصلة هذه الحرب، وهي منذ البداية وحتى هذه اللحظة أبدا لم تتحدث ولا لمرة واحدة عن وقف الحرب. كل الأحاديث التي تديرها الولايات المتحدة تتحدث عن هدنة، تتحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار، وتتحدث عن استعادة المحتجزين أو الأسرى. هذا هو الهدف الذي تسعى إليه الولايات المتحدة. وحكاية أن بنيامين نتنياهو يعني هو الذي يصر على إطالة أمد الحرب لأن له مصالح شخصية، رغم أن ذلك صحيح طبعا بالتأكيد، ولكن الحقيقة أن ليس هو بنيامين نتنياهو من يريد إطالة أمد الحرب. أمد الحرب مطالة لأن الأهداف لم تتحقق.
أمد الحرب مطالة، لأن المقاومة الفلسطينية لا زالت حتى هذه اللحظة في حالة من الثبات والصمود والمواصلة، ولا زالت تلحق الأضرار في العدو في كل موقع، ولم يتمكن جيش الاحتلال حتى هذه اللحظة طوال 6 شهور ونصف من السيطرة على جزء واحد من قطاع غزة. المعارك لا زالت تدور حتى في المناطق التي أعلن أنه تمكن من الانتهاء منها، عاد إليها كما فعل ذلك مع غزة ومع مستشفى الشفاء، كما فعل ذلك مع بيت حانون، كما فعل ذلك مع جباليا وبيت لاهيا ومع نصيرات، وفي كل مكان العدو لم يتمكن حتى هذه اللحظة، ليس فقط من عدم تحقيق الأهداف السياسية التي أعلنها أو الأهداف المعلنة للحرب، ولكنه أيضا لم يتمكن من تحقيق أهداف ميدانية، بمعنى أنه لم يستطع، رغم أنه قسم كما ذكر أخي فراس، قسم القطاع إلى قسمين وقام حاجزا كبيرا بين المنطقتين الشمال والوسط والجنوب، إلا أنه مع ذلك حتى هذه اللحظة لا زال يعود إلى المناطق التي أخلاها على قاعدة أنه انتهى من العمل العسكري بها، ويمارس الجرائم والقتل والذبح بأشكال مختلفة، ليس فقط بالمعركة المباشرة مع المقاتلين، لا، الذي يجري أنه يقتل المدنيين، يعتقلهم، يكبل أيديهم، ثم يقوم بإعدامهم، ثم يخفيهم في أقوام الرمل والنفايات والقاذورات، ويقطعهم أشلاء ويدوسهم بالدبابات، وكل أشكال الجريمة تجري الآن على أرض قطاع غزة. وهناك من يقول لك أن أمريكا ترفض وتمنع ولا تسمح بالذهاب إلى رفح، ورفح تقصف يوميا، وكل مكان في غزة يقصف يوميا، والاحتلال يقوم بجرائمه بكل الأشكال وبكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة. ابقى معي أستاذ عدنان، سوف أعود إليك مرة أخرى. أستاذ فراس، بالعودة إليكم، وزير الخارجية القطري صرح بأن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار تواجه صعوبات، تمر بمرحلة حساسة من التعثر على حد وصفه، كيف يمكن فهم ذلك؟ يعني حتى الإسرائيلي يتحدث أنه منذ 10 أيام لم يتم الحديث حول هذا الموضوع في مجلس الحرب ولا في المجلس الأمني والسياسي، هذا يشير إلى أن هناك تعثر حقيقي في مسألة المفاوضات، على الرغم من المرونة التي قدمتها حركة حماس والمقاومة، ولكن يثبت أن الأمريكي والإسرائيلي يريدون فقط الأسرى والمحتجزين، ومن ثم استمرار القتال واستمرار المعارك على قطاع غزة. هذا ما يبحثون عنه في الهدنة، لا يبحثون باتجاه إيجاد حلول كاملة والذهاب نحو وقف إطلاق نار دائم وانسحاب كلي من داخل قطاع غزة. لذلك هم يصعدون يوميا ويضغطون أكثر وأكثر في داخل قطاع غزة للضغط على حماس والمقاومة، وقد فشلوا، واعترف الكثير من المحللين ومن العسكريين وحتى الرسميين منهم وعلى رأسهم أيزنكوت وعضو مجلس الحرب أنهم فشلوا في أكثر من 6 أشهر ونصف في أن يحققوا شيئا في داخل القطاع أو في أن يضغطوا على المقاومة وحركة حماس باتجاه التنازل، لدرجة أن بلينكن أعلنها وقال أن الهدف هو أن تستسلم حماس وأن تنزع سلاحها بهذا الخصوص، بما معنى أن لا وقف لإطلاق النار الآن في دائم دون أن تقوم إسرائيل بتحقيق الهدف بتقويض حركة حماس سلطويا وعسكريا في داخل قطاع غزة، وهذا يحتاج إلى سنين، لأن المقاومة صامدة والمقاومة متجذرة في داخل قطاع غزة، والمقاومة تواجه في داخل القطاع في طوله وعرضه، وتحولت منذ الهدنة الأولى نحو مفهوم حرب العصابات لأنها استوعبت ما تقوم به إسرائيل. الآن إسرائيل تحضر للهجوم على رفح بهذا الاتجاه، وهناك مناقشات بين الأمريكي والإسرائيلي حول هذه المسألة. الاعتراض الأمريكي الوحيد فيما يتعلق بالمناورة البرية في رفح هي قضية المدنيين، بما معنى الاعتراض على المبدأ، إذا هي تدعم مسألة الهجوم على رفح بهذا الخصوص، ولكن تريد قبل ذلك أن يكون هناك إجلاء للمدنيين في داخل رفح. واليوم هناك فيديو كونفرنس بين ديرمر وهانيكبي وبين سوليفان وبلينكن للنقاش في موضوع رفح والاستمرار في الحديث حول كيفية تفادي كما تقول عنه الولايات المتحدة، تفادي حدوث كارثة إنسانية
وكأن قطاع غزة لم يحل به كارثة إنسانية، وكأن الإسرائيلي يفكر في كيفية الابتعاد عن إحداث كارثة إنسانية أخرى في رفح. هذا آخر ما يفكر فيه الإسرائيلي بهذا الخصوص، لأن نعم هدفه بالأساس إحداث الكارثة الإنسانية، هدفه بالأساس تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش، هدفه بالأساس كي الوعي الفلسطيني بحيث يضع مشهد الدمار والإبادة والجريمة في عقل الإنسان الفلسطيني وحتى العربي، ليلغي مشهد السابع من أكتوبر ضمن مفهوم الجدار الحديدي الذي تحدث عنه جابوتينسكي في العقد الثاني من القرن الماضي حول هذا الموضوع. فشل الجدار الحديدي في غزة، وفشل الجدار الحديدي في جبهة الإسناد، لأننا نتحدث عن معركة أكثر من 6 شهور ونصف ولا تزال مستمرة وسوف تبقى مستمرة، وحتى لو دخلوا رفح لن يحققوا أي من الأهداف التي يتحدثون عنها. من هذه طبيعة النقطة أستاذ التجاذب فراس السياسي اسمح في لي، داخل إسرائيل نعم كما يبدو هو الذي يسيطر على المشهد، إذن نحن ناتج الصراع في غزة وفي المنطقة هو نابع من طبيعة الانقسام الداخلي ومن طبيعة المفاهيم الأمنية الجديدة لدولة إسرائيل بعد 7 أكتوبر. نعم أستاذ فراس، أستاذ عدنان بالعودة إليك، يعني هل تعتقد أن المزاج العام في الكيان المحتل قد تغير من تعطش للدم وانتقام من معركة طوفان الأقصى إلى يعني الرضوخ للأمر الواقع، وخاصة بعد الفشل الذي تعرضت له حكومة نتنياهو منذ بداية الحرب البرية؟ كيف تصف المزاج، مزاج الكيان الصهيوني الآن؟ ولم يتغير، ولكن الفشل قاده إلى التغير، لأن محاولته بكل الوسائل المتاحة وبكل الدعم الذي يتلقاه من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكل العصابة، ومع ذلك حتى هذه اللحظة لم يتمكن على الإطلاق من تحقيق أي هدف من الأهداف التي أعلنها، بل على العكس من ذلك المعركة لا تتقلص، المعركة تتوسع والمعركة تمتد والمعركة تأخذ أشكالا جديدة والمعركة تأخذ أبعادا جديدة. لم تهدأ الجبهة الشمالية، جبهة جنوب لبنان، ولم تهدأ جبهة باب المندب واليمن، ولم تهدأ العراق وسوريا، وبالعكس دخلت إيران على الخط، وهناك مخاطر جديدة وهناك احتمالات جديدة وهناك إمكانيات لتطورات بأشكال وأشكال مختلفة. إذا المعركة أكبر بكثير من قدرات دولة الاحتلال على الاحتمال، وهذا جعل من كثيرين في أوساطهم حتى بما في ذلك الحريديم الأكثر يعني تمسكا بمواقفهم، ودفعوا بقيادة الحريديم حتى القيادة الدينية، دفعوا بأريدرعي للتوجه إلى الحكومة وطلب منهم عدم الرد على الهجوم الإيراني أو الرد الإيراني. إذا الحالة الآن لا وصول لإعادة الأسرى، لا قضاء على حماس، لا عسكريا ولا سياسيا ولا على الأرض ولا بالفكرة، ولا قدرة على السيطرة على الأرض في حتى ولو في جزء معين من أراضي قطاع غزة رغم كل الإمكانيات المتاحة، خسائر دبلوماسية، تراجع التأييد طيب الذي منحهم إياه جزء يعني كبير في من خضم العالم في خضم هذه الأحداث أكتوبر. في خضم هذه الأحداث أستاذ عدنان، في غزة والضفة بن غفير يعمل على مخطط لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وفق مصادر عبرية باستصدار قوانين معينة فيما يخص هذا الأمر، رغم كل ما يجري في غزة من عمليات قتل ورغم انشغال العالم كله بما يجري من جرائم وانتهاكات وقتل ضد قطاع غزة. كيف تفسر ذلك؟ هل هو حرف للأنظار؟ بما تفسر هذا الأمر؟ بن غفير يحاول أن يستفيد من انشغال العالم فيما يجري على أرض غزة وانشغال العالم فيما يجري في المنطقة والتطورات التي تتصاعد والصراعات الدائرة لأن ينقض على المسجد الأقصى ويحقق الهدف الذي يسعى إليه، وهو أعلن أكثر من مرة وبشكل واضح وصريح إعادة بناء ما يسمى بإعادة بناء الهيكل. هذه الحالة التي يسعى إليها بن غفير هي التي تجعل من الحالة في الضفة الغربية اليوم أكثر يعني شدة وأكثر
اشتعالا، وترى أن القدس والضفة الغربية ليست في حالة هدوء، بل بالعكس يوما فيوم تتزايد حالة المقاومة، ويتزايد إجرام الفاشيين المغتصبين في الضفة الغربية والقدس. وهذا يجعل إذا أقدم بن كبير وعصابته على أي فعل تجاه المسجد الأقصى بالتأكيد سيكون له يعني أكثر من تأثير وأكثر من جانب، وسيشعل ليس فقط الضفة الغربية وحدها، ولكن سيشعل الأرض الفلسطينية برمتها، إن لم يكن سيضيف إلى الحالة العامة في المنطقة بعدا أكثر تأثيرا، لأن كثير من الدول قد تكون قادرة على الصمت فيما يخص ما يجري الآن على أرض قطاع غزة. ولكن هناك أسباب مهمة، حتى مبررات وجودها لا تستطيع أن تواصل صمتها إذا تعلق الأمر في المسجد الأقصى أو تغيير الحالة القائمة في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة. لذلك أنا لا أرى أن ابن كبير يمكنه سوى مواصلة التهويش والتهديد والسعي وأن يجعل من الفكرة ثابتة ودائمة ومتواصلة، ولكن للإقدام على أي فعل إجرامي يطال مكانة المسجد الأقصى ووجوده، ويطال السلطة الدينية الإسلامية على المسجد الأقصى المطلقة، هذا لن يجد قبولا أولا، بل بالعكس هذا لن يجد ردا فلسطينيا فقط، ولكنه سيجبر عديد الدول العربية والإسلامية تحديدا إلى أن تأخذ منحا مختلف وموقف مختلف من الحال الذي تقف حتى هذه اللحظة، وهو ما لا تريد الولايات المتحدة ولا تريد الآن دولة الاحتلال. صحيح هم يحاولون الاستفادة من الحالة والانشغال العالمي وانشغال المقاومة وكل ما يجري على أرض قطاع غزة، ولكن إدراكهم جيدا لمكانة المسجد الأقصى وتأثير أي إجراء معادي خاص بمكانة ووجود المسجد الأقصى، هذا خطر كبير يتهدد كل الحالة القائمة حتى الآن باشتعال أكبر. هم غير قادرين على مواجهتها، إذا كانوا غير قادرين على مواجهة ما يجري الآن فما بالك إذا اشتعلت كل الأرض الفلسطينية ومعها عديد العرب والمسلمين. شكرا جزيلا من جنين، رئيس مركز جنين للإعلام السيد عدنان الصباح، وشكرا جزيلا لضيفي عبر سكايب من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي السيد فراس ياغي.